السلام عليكم طيبين، انا خليفة الهارون معروفكم بالسير كيو مع رقمي تي في، ومو قاعد على السوفا لان الجهاز اللي انا برويكم اياه الحين ما يستحق نفس الاحترافيه. خلينا نشيكه. هذه الحلقه برعايه لو نطلع مني تشوفون عندنا الايفون اكس، لا ايفون تقليد اكس. فبقيت أراويكم أن بعض الشركات قاعدين يغلدون أبل وسامسونج بشكل غير طبيعي، بس لازم أبتدي وأقول لكم لا تشترون هالأجهزة، لأن شركات مثل سامسونج وهواوي وأبل ونوكيا وكل الشركات قاعدين يستثمرون علشان يقدرون يطورون أجهزتهم وعلشان يعطونا يعني أشياء حلوة وجميلة وطبعا مع أحسن التكنولوجيا، وباقي الناس قاعدين يقلدونهم. هاي مو بعده، تخيلوا لو هاي شركتكم. المهم خلينا نشيك الجهاز، خلينا نشيك التلفون ونشوف من ورا، طبعا كأنه مصنوع من قزاز، وأيضا عندنا كاميرتين، بس أنا أعتقد أن عندنا كاميرا واحدة فقط، وهاي مو مصنوع من قزاز، كأنه مصنوع من البلاستيك. وأيضا تقدرون تشوفون أن الفلاش داش على داخل، وعندنا الميكروفون، وطبعا كل الأغراض وكل الأشياء اللي انت تشوفونها يعني في التليفون مو معناته أن هاي شيء فعلي، هاي يمكن بس تقليد أو كوبي، فلا تصدقونهم. من ناحية الجودة أيضا طبعا مو مثل أبل، تقدرون تشوفون عندنا فراغ مني، وتقدرون تشمخون نفسكم أيضا إذا بغيتوا، طبعا ما حد يبي يشمخ نفسه. بس أيضا حتى من ناحية اللوجو تقدرون تشوفون الفونت أو الخط ما يشابه الآيفون، خط الآيفون الأصلي. تقدرون تشوفون على اليسار مصنوع من الحديد، وأيضا عندنا السويتش واو زبالة كشرة. عندنا الأزرار عشان نقدر نرفع ونقصر في الصوت، عندنا زر الطاقة مني، من أعلى التلفون ما عندنا أي شيء، من أسفل التلفون عندنا سماعات والميكروفون، وأيضا يستعمل نعم ما بتصدقون عندنا سماعات تشابه مثلا سماعات الإيربودز، ولكن نقدر نشحن الجهاز مع اللايتنينج كيبل، هاي الواير العادي. والحين سمعتوا الانذار لان عندي اجتماع، ولكن بسرعه بغيت اراويكم ان حاولوا يغلدون ابل وايد. طبعا لما انتم تشيكون الشاشه تشوفون انه اعطونا حمايه، ترى احنا صرفنا فوق $1000 مع التلفون الاصلي وما يعطونا حمايه ابل، ولكن طبعا نفس ما قلت لكم ترى التلفون زباله. من ناحيه الشاشه، الشاشه ما توصل طبعا الى اعلى الزوايا، وبس حاولوا يغلدون نفس الشكل. تقدرون تشوفون ايضا انهم مغيرين في اللون شويه، ويمكن هاي الحمايه علشان يكون يعني يراوننا هالنوتش او نفس ما قلنا القرون على اليسار واليمين. ولو نشغل التلفون كأن عندنا نظام الاي او اس، ما ادري ليش عندنا هالقطع مني النوتش اللي يسمونه او النزله او القطعه، وايضا مسويين نوتش ثاني بالسوفت وير، ليش؟ ما اعرف ليش. من ناحيه الانلوك بنسوي سوايب اب، تقدرون تشوفون ان التليفون اندرويد ومب لحظة خلينا نسوي سوايب إيه علي، واو أوكي تليفون أندرويد مو بمثل مو بآي أو إس. وترى هاي أول مرة أنا ألعب مع التليفون، بس قاعد أحاول أنزل البرايتنس شوية علشان تقدرون تشوفون كل شيء أوضح. عندنا اللون الأزرق شوي أكثر من اللون الأبيض الفعلي. من ناحية السوايب في شوية لاج أيضا، إذا بتفتحون أشياء مثل الأب ستور بيفتح لكم البلاي ستور مال جوجل، بس أيضا تقدرون تسوون سوايب علشان تسكرون التطبيق، بس تشوفون أنها بطيء جدا جدا. لو نفتح مابس مثلا ما بيفتح أبل مابس ولكن بيفتح الجوجل مابس. إذا رحنا إلى اليسار نقدر نشوف الجو والسيتينجز، وايضا تقدرون تشوفون اللاج. اذا سوينا سوايب الى الاسفل نقدر نسوي سيرش. هنشغل الكاميرا، خلينا نحط شيء قدام العلبه. واو هاي اكثر كاميرا في العالم، كنا ما في لون. واو اوكي، فخلوني اجرب هاي، تقدرون تشوفون الفرق من ناحيه الالوان. انزين حتى في الحركه
فما اعتقد طبعا ان هاي 20 ميجا بكسل. خلينا نحاول نصور بس اقدر اشوف الصوره مني. خلينا نحاول اوكي ما نقدر نسوي روتيشن فخلينا نسوي هاي بعد 20 سنة عقب ما سويت زوم بتقدرون تشوفون ان الصورة كترة. زين خلينا نرجع لو نفتح مثلا السيتنجز خلينا نشوف ايش كاتبين، ايش كاتبين من ناحية الجنرال والى الاباوت. كاتبين ان هاي ايفون اكس ونظام اي او اس 11 وكاتبين عندنا تقريبا 21 او 22 جيجا ومتوفر 10 جيجا وفقط. يصير اسوي سوايب عشان ارجع للرجوع. اشوف البطاريه ايضا، شوفوا الفونت شلون، يعني هم حاولوا يعني يغلدون نظام وشكل الايفون اكس تماما، بس طبعا انتم تقدرون تشوفون ان ابل يعرفون شغلهم، فلا تخسرون فلوسكم في جهاز تقليد مثل هالتليفون. اشتروا تليفون عدل وأرخص، اخذوا جهاز من شاومي أو هواوي إذا ما تبون تخسرون فلوسكم. وصدقوني حتى لو اكتبوا 20 ميجا بيكسل أو اكتبوا إن عندكم مثلا معالج رباعي، كله كذب، فقطوا هاي في الزبالة. والمهم إن بغيت أرويكم إن الشركات بدوا يتحسنون في التقليد، ويعني إذا عندي شركة وأقدر أصنع شيء مثل هالتليفون من بدل ما أغلد الأبل أو الآيفون، ليش ما أسوي تليفون يعني فريد من نوعه وأخترع يعني ماركتي؟ ليش لازم أغلدهم؟ لو أنا الشركة، يا ما أعرف أي شركة، هاي شركة أنا مو كاتبين شيء على العلبة، سامحوني بس أنا شوي متضايق، وايد متضايق يعني من الكوبي. يا الغاليين، إذا حبيتوا الفيديو عطونا لايك، إذا ما حبيتوا التقليد عطونا لايك. ولا تنسون إذا تبون تشوفون آخر الفيديوهات في أسرع وقت تقدرون تسوون سبسكرايب، وإذا تبون تشوفون معلومات أكثر منا وأخبار أكثر تقدرون تتابعونا عن طريق إنستغرام وتويتر وفيسبوك وسناب شات. لازم أقول لكم، لأن دائما أقول لكم في كل فيديو، شكرا 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 للغاليين، أنتوا تساعدونا علشان نقدر نستمر، ولا تساعدون هالأنواع من الشركات. مع السلامة.